الحمد لله الذي جعل القرآن قبلة للذين يريدون خير الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي أرسل حبيبه بقرآن محكم يحمل بين آياته، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم الصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الآباء والأمهات، ضيوفنا الأكارم، نحييكم بتحية طيبة، بتحية من القلب يضيء صداها مسكا وريحانا، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور، باسم المعهد، معهد بنطون الإسلامي قسم القرآن للبنين، أرحب بكم في هذه المسابقة القرآنية في نهاية الفصل الثاني، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حللتم سهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأخص الترحيب إلى ضيوفنا الأفاضل، فحضوركم شرف لنا وأسعدكم قلوبنا وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وجزاكم الله عنا خيرا في الدنيا والآخرة. بسم الله، على بركة الله، نفتتح هذه المسابقة القرآنية بخير ما يفتتح به وهو القرآن الكريم. فالقرآن يخاطب النفس فتخشى، والقلوب فتقنع، والآذان فتسمع، والعين فتدمع. آيات من الذكر الحكيم يتلو علينا الطالب ريان لوى، فليتفضل زيادته مأجورا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، تسبح له ما في السماوات والأرض،
والله على كل شيء شهيد.